دكتور مساء الخير، شكرا على الاستضافه وصحه رمضانك. صحه رمضانكم، مرحبا بكم في لاكلينيك ميديكو شيروجيكال بوكر. دكتور، يمكن تقدمي نفسك للمشاهدين؟ معكم دكتور هوار منه، طبيبه مختصه في امراض النساء والتوليد في لاكلينيك بوكر. دكتور، موضوعنا النهار اليوم راح يكون حول ارتفاع ضغط الدم عند المراه الحامل، لكن قبل ذلك ماذا نقصد بارتفاع ضغط الدم؟ هو ارتفاع في نسبه الضغط الدموي اللي تكون في الحاله الطبيعيه اون جينيرال ما ديباسيناش 13 او 8، فيه لي شيفخ اكبر من 14 او 9 فما فوق نعتبره ارتفاع في الضغط الدموي. دكتور، ما هي اعراض ارتفاع ضغط الدم بصفه عامه؟ اول الاعراض الشائعه اللي هي الصداع، في بعض الحالات غثيان ودوار. ثاني يدير لنا طنين في الاذنين اللي هو لي بوردون مودوري بارفو لو فلو فيزوال. في اغلب الاحيان هذو هما الاعراض اللي موتيفي والمريض انه يروح يكونسلتي ثم يتم تشخيص ارتفاع الضغط الدموي. دكتور، المراه الحامل من بين الفئات التي قد تصاب بداء ارتفاع ضغط الدم خلال فتره الحمل، هل اصابتها بهذا الداء يعني امر عادي ام ان اسباب تؤدي الى ذلك؟ حاجه اكيد انه غير عاديه، هو اصلا مرض ارتفاع ضغط الدم عند المراه الحامل. في تحت انتصارنا المراه اللي عندها ارتفاع ضغط دموي عندها مشكل في لابلاسنتاسيون، كيف في التطور تاع المشيمه، في التعشش تاع المشيمه. في الحاله الطبيعيه المشيمه يكون الاوعيه تاعها متسعه، بذلك تدخل غذاء مليح للجنين والمشيمه. بصح في حاله ارتفاع الضغط الدموي يكون عندنا فراجيليتي كابيلار، كيف الاوعيه تاع المشيمه تكون الديامتر تاعها ضيق، تكون فراجيل ما تلحقناش مليح الغذاء، ما تلحقناش مليح الدم للمشيمه والجنين. دو سيفات يتليبيراو بعض لي سوبستانس، المواد السامه اللي تسبب لنا ارتفاع الضغط الدموي، ودو سيفات لا توكسيني غرافيتيك هو التسمم الحامل. دكتور، وهل ضغط الدم عند المراه الحامل نوع واحد ام انواع متعدده؟ قبل ذلك نقسموا لفتره الحمل الى جزئين، ما قبل 20 اسبوع وما وراء 20 اسبوع، ما قبل 5 اشهر وما وراء 5 اشهر. ما قبل 5 اشهر اي ارتفاع دموي في الضغط عند المراه الحامل نرجعوه انها المراه ديجا مصابه بارتفاع دموي لم يتم تشخيصه قبل الحمل. كيف المراه هذه لازم كي تخلص الحمل تاعها لازم تتبع، كاين احتمال كبير يبقى فيها هذا الارتفاع ضغط الدموي. وعن ارتفاع ضغط الدموي ما وراء 20 اسبوع، وهذا متعلق بالحمل بحد ذاته كما قلنا بالمشاكل تاع المشيمه. نقدروا نقولوا بلي لي بلو غاف كلي يحكمها قبل 20 اسبوع. وعندنا نوع ثالث من ارتفاع ضغط الدموي اللي يسبب لنا مضاعفات اللي هي لا توكسيمي غرافيديك. لا توكسيمي غرافيديك شو التشخيص تاعها؟ هو ارتفاع ضغط دموي اسوسي اون الفاسون دي بروتين، ارتفاع نسبة البروتينات في البول لي سوبيريور ا 300 ميلي غرام في 24 ساعة تاع البروتينات في البول. في عندنا ثلاث أنواع، النوع الأخير تاع لاتوكسيمي غرافيديك هو اللي يسبب لنا بعض المضاعفات اللي حنا نخشاوها كوم جينيكولوج. هذه المضاعفات تقدر تسميها لنا دكتور وشنو هي؟ المضاعفات اللي تقدر تسببها على الأم تقدر يسبب لنا مضاعفات كنزيف حاد. نزيف حاد هو سيتان تابلو اللي قلنا باللي احتمال كبير صارنا تمزق في المشيمه، ساعات دير لها حاله صرع اللي هو لا كريز دي كلومبسي. بعض الحالات تاع تخثر في الدم، مشاكل في تخثر في الدم، نقدروا نصحوا حتى بعض الحالات تاع عجز كلوي وعجز كبدي. الجنين واش قادر يصرى له؟ كما قلنا عندنا مشكل في لا بيرفيزيون، كيف الدم ما يقدرش يلحق مليح للجنين، لوجيكمون يكون عنده اضطراب في النمو، غوتار دو كروسونس. هذاك الاضطراب في النمو يقدر حتى مام يحبس لنا النمو تاع الجنين، نقدروا مام يبروفوكي لنا جونغ ولاده مبكره. وبيان سور الولاده المبكره عندها مضاعفاتها، وساعات هذاك النقص تاع لا بيرفيزيون يقدر يوصل لنا مام حالات موت الجنين، وهي جونغ هذو الحالات الويتيم تاعنا، موت الام ولا موت الجنين. دكتور، المراه الحامل كيف تعرف بانها مصابه بارتفاع ضغط الدم؟ اول حاجه سي تشخيص من العدد، كيف لو شيفر طونسيونيل، كي تقيس لا طونسيون تاعها وتلقاها 14 او 9، ان شيفر ما يكفيناش، لازم دو شيفر اللي نقولوا باللي سي فيني بارتونجوز، كيف عندها ارتفاع الضغط الدموي تاع الحمل. كاين اعراض اخرى للمريضه قادر تجي تتقلب بها ومن ثم تتم تشخيص ارتفاع الضغط الدموي، اللي كيما قلنا الاعراض الاولى كيما اي انسان اللي هو الصداع لي بوردون موندوري، تقدر لها لا باغي في غاستريكس، كيف سطر في البطن في لاباس تاع لو توراكس، انتفاخ في الوجه واليدين والرجلين. يقدر عندنا حالات بعض الحالات نشخصوا الارتفاع الضغط الدموي جوست كي تجينا المريضه تتقلب، نديروا لها تحليل تاع البول نلقاو ديريكتومون ارتفاع في البروتينات في البول. دكتور، وهل كل النساء الحوامل مهددات بالاصابه بارتفاع ضغط الدم ام ان هناك فئه دون اخرى؟ كاين نساء معرضات اكثر للاصابه بارتفاع الضغط الدموي. عندنا نساء ديجا اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي ديجا كرونيك مزمن، النساء اللي عندهم سكري، اللي عندهم زياده في الوزن والسمنه، المدخنات والله اللي يجلسوا مع المدخنين، كما نقولوا الحمل عن عمر مبكر ولا حمل عن عمر متاخر،
حالات لي غروسيس ملتيبل جون النساء اللي عندها توام واكثر عن الحالات المراه اللي ديجا دارت ارتفاع ضغط دموي في الحمل سابقا معرضه انها ديفلوبي سيفر. دكتوره، والمراه الحامل المصابه بهذا المرض عند الولاده كيف يتم التصرف معها وكيف تجري الامور؟ المراه الحامل هذا لا يعني بانها حتفوت على عمليه قيصريه، كيف نقدروا نوتوريزيو الولاده الطبيعيه اكونديسيون تكون لا طونسيون تاعنا بيان اكيليبري، ما يكونش عندنا مضاعفات. في حال وجود مضاعفات ساعات لازم نلجؤوا للعمليه القيصريه. وفي بعض الحالات كي تكون النشطه يا جوغ مرض ارتفاع ضغط دموي بيان اكيليبري، كيف نوتوريزيو لها الولاده الطبيعيه بصح بيان سور افيك سورفيونس ستريكت. كي عاد سيت ان بيبي، البيبي يا بعد يدي فراجيل، لو ريسك ميم لاكوشمون كاين لو ريسك على مامون و لو بيبي، كيف لازم سورفيونس طول مع جينيكولوج. وراء الولاده المراه عندنا في 6 اسابيع الاولى تقدر تبقى عندها ارتفاع ضغط الدموي، 6 اسابيع هذوك لازم ديجا توجه عند كارديولوج باش يشوفها ويعاود يشخص ويشوف اسكو هذا الارتفاع ضغط الدموي اسكو كلاسي وهي مزمن ولا جوست تحكمها في الحمل ومن بعد يروح. دكتور، ونحن في شهر رمضان، هل المرأة الحامل المصابة بارتفاع ضغط الدم يمكنها الصيام بشكل عادي؟ في رمضان يجونا بزاف النساء مصابات بارتفاع الضغط الدموي اللي كاين اخرين نورمالمون عندهم انسومي سو تريتمون ما يقدروش يصوموا، لازم كيعاد بصفة دورية يشربوا دواهم كل 8 ساعات، كاين اخرين كل 6 ساعات، لوجيكمون ما يقدروش يصوموا. كيف يمكن الاخرين اللي الدواء تاعهم ارتفاع ضغط الدموي تاعهم خفيف هكذا نقدروا نتغاضاو ونصوموهم بصح على شرط انهم يعسوا الضغط الدموي تاعهم بصفه جد دقيقه وتري ستريكت. سينا لكن شافوا باللي قاعد يدير لهم دي بيك ولا يطلع لهم الضغط الدموي محتم عليهم يفطروا ويشربوا دواهم في الوقت المناسب. اذا دكتور، المغامره مرفوضه في هذه الحالات؟ حاجه اكيده، المراه ما تقدرش تغامر بروحها وبجنينها، كيف كاينين عده من الايام الاخرى كيف تقدر تصوم في الايام الاخرى بصح في الوقت هذا مادام عندها جنين في بطنها وعندها المرض هذا كيف تتابع واش قاعد يقولها الطبيب. اكيد دكتور، ايضا المراه الحامل في حال تم السماح لها بالصيام مطالبه باتباع نظام غذائي معين خلال الشهر الفاضل. حاجه اكيده كما قلنا لازم غذاء صحي متوازن بيان اكيليبري، كما نعاودو ناكد الملح يكون نورمال راسيونيل، ما نقصوش نديرو ريجيم دو ميسال وعلى فوا ما ناكلوش بصفه توكسيك، تنقص لنا من المواد الدسمه المضره بها، تنقص من المشروبات الغازيه، تنقص من السكريات اللي ديزابيتود ماشي مليحه عندنا، وتحاول انها ما تصوتش لوجبه السحور. كيف السحور تحافظ عليه على فوا باش تشرب لي ميديكامون تاعها وعلى فوا باش تاكل الغذاء هذاك الوجبه باش تقدر تصوم لا جورني كامله. وعلى فوا ثاني ما نساوش اون بون ريدغاتاسيون، لازم تشرب مليح المياه. دكتور، تقدمتي يعني شروحات كثيره للمراه الحامل خلال الشهر الفاضل، الان منحك ايضا فرصه باش تقولي كلمه اخيره ونصائح توجهها للمراه الحامل المصابه بهذا الداء خلال شهر رمضان. لازم تتبع النصائح اللي يعطيهم لها الميدسا، لازم تشرب دواها في وقته كيما قالها الميدسا، دواها لازم يتشرب كيف لوجيك ما تصومش، الغذاء المتوازن وتحافظ على لي كونسلطاسيون تاعها بصفه دوريه اون جينيرال كل شهر، وساعات في الحالات لي بلو غاف تكون جاك بلو بروش لي كونسلطاسيون تاعها، تاكل سورتو الغذاء الصحي المتوازن. دكتور، في الاخير حنا نشكروك ونقول لك بارك الله فيك المعلومات القيمه اللي قدمتيها للمشاهدين والمشاهدات، وصحه رمضان مره اخرى. ميرسي، يعطيكم الصحه وصحه رمضانكم ان شاء الله، وان شاء الله يستفيدوا جميع المشاهدين من هذه النصائح ويتاخذوا بها ان شاء الله، وان شاء الله نتلاقاو في مناسبات اخرى ان شاء الله.